المقدم كتكون عنده مكانة خاصة في وسط من الركاب اللي معاه، وأولا خصو يكون إنسان محترم راسو، يحترم الزملاء ديالو والركاب اللي معاه والناس المرافقين ديالو. ثاني حاجة يكون إنسان مرزن، ما يكونش خفيف واسمو، يكون إنسان مرزن وداكشي كياخدو بشياخة. تمقدميت كتجيب شياخة، ماشي هادشي اللي كنشوفو دابا. كاع اللي دار خويلات ديالو واسمو كينوض كيجمع الدراري كيدير عليهم مقدم، لا مقدميت عندها الأصول ديالها اللي كنسميوها حنا تشيخت. المشاركة هنا كتجي بعد تصفيات وإقصائيات جهوية، ثانيا إقصائيات بين جهات. كاينين بعض الجهات كتحكم عليهم دار سلام على حسب التنقيط، وكاينين الجهات اللي اسمو اللي مؤهلين بحال حنا دابا مؤهلين من الجهه ديال سوس ماسة بدون اقصائيات في بين الجهات مع الخصم ديالنا اللي غيجي معنا من الجهه، بحكم اننا حنا الفريق الوحيد اللي تاهل من الجهه.